المساله ديال المحطه هي المساله ديال كاين النظام. قبل ما كانش النظام، كانت الكتره، كان كما كنسميوه ما كانش النظام بزاف. دابا حاليا دابا كنشوفوا النظام، كنشوفوا تقريبا الناس كيجيو على اساس كيركبوا كيلقاو نظام. شحال هادي ما كانش النظام، كان الانسان كيجي كيلقى بزاف الامور، كيلقى الصداع، كيلقى ما كيكونش النظام. دابا حاليا الحمد لله على كل حال ولا النظام ولا بزاف الامور، وكنحمد الله على كل حال على هذه المساله هذه. وكنتمنى يبقى هذا الشيء الدوام ان شاء الله. وكنشكروا الناس اللي قايمين بهذا المجهود. حنايا فهمتي يعني المهام الناس اللي هما مسؤولين علينا فرقوا لنا المهام، فهمتي كل واحد مكلف بواحد الجهه. كاين عندنا حنا ثلاثه ديال الاشخاص في هذا اللي شادين هذا الباركينغ هذا. كاين واحد تيكون رسمي الصباح واحد العشيه، وانا كنكون انترميديير بيناتهم، فهمتي كنلعب مره صباح مره عشيه. وكندخل المهم كتبدا الصباح ديال كتبدا السيرفيس ديال كتشوف لي طواليت هما الاولين، على حساب خصوصا في الصباح بحال هكا تيكونوا بالليل شويه تكرفسوا، تبداو بلي طواليت المسائل اللي هي صحيه. وكنهبطوا ديك الساعه للدروج، شوفوا الدروج، شوفوا الباركينغ لتحت، تشوف المهم كتقلب على فين ما كاين شي وسخ ولا كاين شي حاجه كتحيدها، فهمتي. قبل راه كلشي عارف، قبل كي كان هنايا كي كانت باب شاله، قبل الروينه والريكاطه، ودابا الحمد لله ولا داكشي ولا شي شويه بعدا سيفيليزي، ماشي بحال الاول، فهمتي. يعني خاص غير الانسان يحافظ على هذا الشيء هذا، فهمتي. خصنا العقليه تبدل شويه وبنادم يحافظ شويه على هذا الشيء هذا، الشيء اللي خصنا. بالنسبه للمحطه الجديده فهي قلات من العرقله اللي كانت اونيفو ديال شارع حسن الثاني. بالنسبه للحافلات فهما تفرقوا، كاين هنا في المسرح، ولاو الحافلات هنايا في هذه المحطه اللي خلقتها الولايه، وما بقاش ذاك الاكتضاض، ما بقاش ذاك الامبوتياج، والمسائل راه غاده مزيانه، والامور راه غاده ما هي احسن. بالنسبه للمساحه ديالنا فهي ماشي زعما شي مساحه كبيره، ولكن رغم ذلك فهي قلصت من بالنسبه للعرقله اللي كانت في اونيفو ديال شارع حسن الثاني. والحافلات كاينين هنايا، قسموهم في مدينه الرباط، كاين في المسرح، كاين هنايا في هذه المحطه الجديده، وكاين عاوتاني في اونيفو ديال شارع عبد المؤمن. والمسائل غاده مزيانه، تنتمناو عاوتاني نلقاو شي حلول بديله، عاوتاني شي محطات اخرين باش ما يبقاش هذاك الاكتضاض كما كان في السابق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.